بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. في هذا الفيديو سوف نتحدث عن كيفية حذف خلفية أي صورة دون الحاجة إلى تنزيل برامج احترافية مثل برنامج أدوبي فوتوشوب. لذلك يمكننا الاستفادة من موقع سهل وبسيط جدا لحذف أو تعديل الخلفية بشكل احترافي. نفتح جوجل ونكتب Remove Background أو Remove BG، ثم نضغط على Enter ونختار الموقع الأول الذي يظهر أمامنا، حيث نرى Remove Background from Image أو Supprimer le fond de l'image. كما نرى واجهة البرنامج بسيطة جدا وسهلة، وهو موقع مجاني إلى حد ما. لتحميل الصورة نضغط على Upload Image ونختار الصورة، نضغط على Open. وكما نرى قام الموقع تلقائيا بحذف الخلفية. للتعديل على هذه النتيجة يمكننا الضغط على Edit، ومن خلال الضغط على Erase Restore يمكننا التعديل في المساحة التي قام البرنامج بحذفها، من خلال الضغط على Restore واستعادة المساحة التي نريد. وبالعكس يمكننا الضغط على Erase لحذف أي مسافة من الصورة لا نرغب بها. في Background يمكننا التعديل على الخلفية بدل حذفها، ويمكننا أيضا تبديل الخلفية الموجودة لدينا في الصورة. وكما نرى يوجد لدينا العديد من أنواع الخلفيات التي يمكننا استخدامها. وبعد الانتهاء من العمل نضغط على داونلود لتنزيل الصورة على جهاز الكمبيوتر. وبهذا نكون قد حصلنا على الصورة بعد التعديل عليها. أتمنى أن يكون هذا الشرح مفيدا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.